للمزيد من المتابعة حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العينين. باسم، هل لك أن تنقل لنا المشهد لديك اليوم؟ تحياتي إليك من مدينة العالمين الجديدة. وتستمر فعاليات مهرجان العالم عالمين من هنا، من هذه الواحة الفنية الكبيرة التي تغرد ويسمع لها العالم وينصت لها عن كثب، حيث تفد إلى مدينة العالمين كافة الوفود، سواء من مصريين من محافظات مختلفة أو من جنسيات، سواء أشقاء عرب أو جنسيات أجنبية، لمتابعة هذا الزخم الفني المتنوع، سواء من عروض جوية أو ألعاب مائية أو عروض فنية أو ألعاب رياضية. بالنسبة لليوم السبت، كان هناك ختام لفعاليات بطولة البادل الدولية، هذه البطولة التي بدأت يوم الخميس واستمرت الجمعة وانتهت اليوم السبت بالمباراة الختامية، ومن ثم تتويج الفائزتين من أوروبا، إحداهن كانت من المملكة المتحدة، فازتا بجائزة المركز الأول في هذه المسابقة، وأعربتا بعد يعني سؤالهما عن مدى سعادتهما وانطباعهما عن الحضور هنا، حيث يعني بدا عليهما الفرحة والسرور بالتواجد في مصر، والإشادة بأنهم في مدينة تضاهي كبريات المدن، ليست العربية فقط بل العربية وحتى الأجنبية على حسب قول إحداهن. النهاردة تم الانتهاء من بطولة البادل الدولية في العالمين كما ذكرت. وأيضا بالنسبة للنشاط الفني، نقدر نقول أن النهاردة كان يوما ذي صبغة تراثية شعبية، حيث كانت هناك عروض متجولة على طول الممشى السياحي بالعالمين الجديدة لفرقة التراث السكندري، والتي تأتي تحت رعاية وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة، وفرقة التنورة الشعبية، واللي قدمت كل واحدة منهم التراث الذي تتحدث عنه، كان أبرز التراث السكندري وأبرز الأغاني والرقصات الشعبية في الإسكندرية من هذه الفرقة التي ترعاها وزارة الثقافة وتقدم فنونها سواء داخليا في كبريات المنتديات المصرية وتسافر إلى كبريات المدن في العالم لتقدم الفن المصري السكندري للعالم. الممشى السياحي كان يكتظ منذ قليل بالعديد من الجمهور الذي كان يتابع، لأن الفرقة كانت تقدم عروضها مترجلة من مكان إلى آخر وليس في مكان ثابت، بحيث توفر أكبر قدر ممكن من المشاهدة وتوفر عناء السير لها من الجمهور. هذا باختصار كان أبرز ملامح هذا اليوم، يوم السبت، من العالم عالمين، من العالمين الجديدة. ولا زالت الإبهارات والعروض الفنية المختلفة مستمرة حتى ختام فعاليات هذا المهرجان. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العينين من مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا على هذه المتابعة.